نحن متواجدون في محطة غار دو ليون، وهي إحدى أكبر محطات النقل للقطارات والمترو والحافلات في فرنسا وفي باريس أيضا، والتي يستقلها آلاف المسافرين كل يوم. نرى الآن ربما نلاحظ طابور من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في هذه المحطة، ولم يعد بإمكانهم أخذ القطارات التي كانت تخصهم والحافلات، والآن ينتظرون سيارات الأجرة أو أي وسيلة نقل. وكما نرى لا توجد أي سيارة أجرة، وهنا نعود لمشكل الطاقة والبنزين التي تضرب البلاد منذ ثلاث أسابيع، ودخلت أسبوعها الثالث، والتي تسبب صداع آخر للحكومة الفرنسية. إذن هذا الإضراب المهني العام في فرنسا دعت له نقابة سي جي تي، الاتحاد العام للعمال، وعدة نقابات أخرى، وأيدته أيضا الأحزاب اليسارية وجون لوك ميلانشون زعيم اليسار، الذي دعا لدعم هذه النقابات. وهذا شيء نادر، لأن النقابات والأحزاب لا تشترك عادة في كل الإضرابات وكل المظاهرات، على غرار الأحد الماضي أين غابت النقابات العمالية عن مظاهرة ميلانشون. إذن فعلا الاستجابة كانت كبيرة لحد الآن، عدة طرق وعدة قطارات لم تستخدم هذا اليوم في باريس وعدة مدن أخرى، ويبدو أن الاستجابة كانت كبيرة. هذه المظاهرات التي دعت لها سي جي تي كانت أيضا أحمد ردا ربما على ما اعتبرته استفزاز الحكومة بمصادرة بعض المستودعات الأسبوع الماضي، وإجبار بعض المضربين على العودة لعملهم بالقوة، باستخدام القوة القانونية، وهذا ما اعتبره دهسا على حقوقهم الدستورية، وهي الإضراب والتظاهر.